لك لدي سؤال بخصوص السنة المرورية. المملكة تسجل يعني إنجاز بخصوص انخفاض الوفيات على شبكة الطرق معدل 50%، هذا يعني إنجاز السنة المملكة. ما دور التقنيات الآن في عندنا الطرق المطاطية، الطرق الباردة، ما دور هذه التقنيات والذكاء الاصطناعي في زيادة هذا المعدل إلى نعم؟ الوزارة فعالة في هذا المجال، وحققت في السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في موضوع السلامة المرورية وتقليل من الوفيات بالذات في موضوع الحوادث المرورية، وانخفضت النسبة من 28 وفية لكل 100 ألف شخص إلى أقل من 13، والخطوات قادمة بإذن الله حتى تنخفض إلى أقل من 5 بإذن الله. طبعا هناك عدة جهات معنية بهذا المجال وليس الوزارة، الوزارة تسعى، ولكن لابد من العمل المشترك مع الجميع. وسمو سيدي ولي العهد الله يحفظه وجه بلجنة عليا للسلامة المرورية تشترك فيها جميع الجهات، سواء المؤثرة على السلامة المرورية أو التي يؤثر فيها موضوع السلامة المرورية، ومثلا وزارة البلديات، وزارة الصحة، الهلال الأحمر في موضوع نقل المصابين والإسراع في نقل المصابين حتى تلافي الوفيات لا قدر الله أو تشدد الإصابات، موضوع الطرق وصيانتها وإصلاحها، واهتمام بموضوع السلامة المرورية كوزارة النقل، وزارة البلديات، موضوع الإسعاف، وموضوع الإشارات المرورية، وموضوع الكاميرات التي تدقق وتحافظ على مستوى السرعة على الطرق. يعني واقع الحال السرعة واحدة من أكبر مسببات الحوادث المرورية سواء داخل المدن أو خارج المدن، وبالتالي وجود تقنيات عالية مثل كاميرات على الطرق والمداخل الطرق وعند التقاطعات الكبيرة وعند المواقع التي أكثر فيها حركة المرور، هذه تساهم في تقليل الحوادث وبالتالي تقليل الوفيات في هذا المجال. فعمل مشترك أدى لهذا النجاح الباهر وسيستمر بإذن الله، لأن المنظومة تشتغل كقلب واحد في المحافظة على حياة الإنسان في المملكة العربية السعودية. ودعم أوروبا بالذات في بداياتها بعد الحرب العالمية الثانية، ثم بدأ يوسع نشاطاته وتخصصاته بحيث أصبح تقريبا عالميا يساهم في زيادة المعرفة، زيادة التدريب، التعليم، استخدام التقنيات الحديثة سواء في العمل أثناء العمل أو في الدورات التدريبية المختلفة سواء مباشرة أو في المواقع أو عبر الإنترنت، بحيث أن تصل لأكبر عدد ممكن من الفنيين المختصين في مجال الطرق. الاتحاد لديه دورات تدريبية مكثفة في عوامل السلامة المرورية، في تدقيق السلامة، في موضوع الأسيت مانجمنت أو إدارة الأصول في الأسفلت وطبقات الرصف الأسفلتية وأفضل ما طريقة لمعالجتها. الهدف منها هو تنمية المهارات المحلية في كل دولة، ومنها المملكة العربية السعودية اللي مشاركة مع الاتحاد من أواخر السبعينات وعضو بارز وهام في برنامج الاتحاد منذ نشأته. والحقيقة أنه الاتحاد يستفيد ايضا عند وجوده في مكان مثل المملكه العربيه السعوديه، يستفيد من التقنيات المستخدمه هنا، يستفيد من التجارب الكبيره، ويستفيد ايضا من نقلها للدول الاخرى بحيث انها تكون فعلا مفيده للجميع. والمملكه الحمد لله تحظى من بدايه تنفيذ شبكات الطرق ومن بدايه النهضه بافضل واجود انواع التنفيذ، سواء من حيث الطرق، من حيث تشغيلها، من حيث صيانتها، من حيث النقل، مستوى النقل عليها والجودة. والآن أصبحت الحمد لله يعني تحتل المركز الرابع في دول الـ20 من حيث الجودة والترابط، وبالتالي كل هذه الإسهامات تخدم الأطراف جميعا، تخدم الشركاء سواء في الاتحاد الدولي للطرق، في الدول المجاورة، في الأصدقاء، دول الأصدقاء. وبالتالي هذا هو نهج الاتحاد، أنه يوسع من معرفته ويوصل الخدمة ويوصل الخبرة والخدمة والمعرفة لجميع أنحاء العالم.